بخصوص الراجل المغربي اللي اتلاقينا بيه في مصر، هو يعني الخلاصه عشان ارد على الناس اطمن الناس، وفي رساله برضو لبعض الناس المسمومه عشان يهدوا شويه عشان هم مش فاهمين حاجه. الراجل الحمد لله هو دلوقتي بخير تمام، في الحفظ والصون زي ما بنقول. كل الفكره ان لما عملت الفيديو كنا لسه شايفينه. تاني حاجة، لما شافوا شكله قالوا يعني هو كان لو كان مصري في المغرب كنا هنعمل فيه كده، كنا لسه شايفينه وغيرنا له تمام. انتوا ما شفتوش هو كان عامل ازاي تمام كده. حاجة تاني، هو انت مش عايش في المغرب او انت ازاي مش فاهم هو مغربي ولا مش عارف ايه؟ هو بيتكلم مغربي وفاهم، بس هو الفكرة، وانا وقلت مش في فكرة الدرجة، هو بيقول جملة متقطعة ومش متناسقة عشان كده مش فاهمين. المهم احنا وصلنا لاهله الحمد لله، الحمد لله وصلنا لاهله، بعتوا لنا الدواء وطلع ان هو عنده زهايمر، وربنا يشفيه يا رب مسكين. لبعض الناس بقى اللي هم اصلا مش فاهمين حاجه وقاعدين لمؤاخذه على وعمالين بيكتبوا ويتكلموا وخلاص هم مش فاهمين حاجه، احب ارد عليكم. احنا بنتعامل مع بني ادم، احنا بنتعامل مع بني ادم، فاكيد مش هنشوف حاجه زي كده. ووصلنا لاهله وهنسيبه مرمي. فالراجل في الحفظ والصون تمام كده. احنا كل الفكرة ان احنا وصلنا ان اهله، في حد من اهله من برشلونة تقريبا حجز ونزل يوم الاثنين. ليه احنا لما لقيناه ما خدناهوش على السفارة؟ هقول لكم ليه. علشان هو احنا لقيناه يوم خميس، الخميس ده كان اجازة رسمية علشان مولد النبي في مصر تمام كده، والجمعة اجازة والسبت اجازة، فاول يوم خدمة في مصر يوم الحد. دي ايه اول حاجة. تاني حاجة، احنا لو اول حاجه يعني احنا لو رحنا السفاره واتشقلبنا بتاع الامن مش هيقدر يستلمه مننا، دي حاجه. تاني حاجه، احنا ما ينفعش نسلمه السفاره المغربيه، علاش؟ لان هو اصلا داخل باوراق فرنسي، هو معاه جنسيتين مغربي فرنسي، ودخل بالباسبور الفرنسي، واللي عرفناه بعد كده ان الباسبور بتاعه سابه مع مول قهوه في مصر هنا، بس احنا ما نعرفش هو فين تمام. مصر مش اوضه وصاله، مصر انتوا بتعرفوش فيها كم مليون تمام. دي حاجه من الحاجات، فاحنا المفروض نسلمه للسفاره الفرنسيه، واول يوم خدمه يوم الحد اللي هو ايه، غدا بكره تمام. قالت حاجه، احنا المشكله ان هو وصلت بيه ان هو بيجري ورانا وكان بيضرب، وصلت للضرب، ربنا يشفيه مسكين، فمحدش يعرف احنا كنا في ايه تمام. ودي مسؤوليه، مفيش مشكلة، احنا بندير الخير والله، ومش قصدنا ان احنا نقول ان احنا بندير الخير والله العظيم ابدا، لكن هي كل اللي انا بقوله ده عشان بس الناس تحط لسانها جوه بقها وتسكت، الناس المسمومة تمام. احنا بنتعامل مع بني ادم مش اكتر تمام. ايه تاني كنت عايز اوصله؟ يعني هي كل الفكرة ان هو بس يخلينا نمسكه، لان هو ما بيقعدش على حيله الحمد لله. هو دلوقتي قاعد في مكان معزز مكرم ومفيش اي حاجه، لكن كل الفكره لما مثلا يبدا الدنيا تغيب منه شويه، انتوا بتعرفوش هو ممكن بيعمل فينا ايه. فاحب اطمن الناس، احنا الحمد لله تاني وصلنا لاهله، وان شاء الله على كلامهم ان في حد حجز من برشلونه نازل مصر، هيكون في مصر يوم الاثنين، ونوصل الامانه ان شاء الله. وبرضه ساعتها هنطمنكم ان الراجل خلاص استلموه العائله، بس يا رب ما يتاخرش علينا، لان هو يعني هو بحالات، هو يعني احنا يعني هنيجي نمسكه، هيجري مننا نمسكه، الناس تفتكر ان احنا عايزين منه حاجه او في حاجه، انتوا فاهمين احنا دي مسؤوليه. فيا رب بس حد من اهله يعني ما تتاخروش علينا، بس هو ده اللي احنا بنتمناه. يعني مفيش مشكله ان هو يقعد عندنا، مفيش مشكله خالص، لكن كل الفكره ان لو قعد النهارده قعد بكره قعد بعده، هو اللي مش هيستحمل، هو اللي هيخلينا نجري وراه ومش عارفين نعمل ايه، بيوقف تاكسيات وبيعمل وبيعمل وبيعمل، فغصب عننا وغصب عنه هو مريض مسكين، ربنا يشفيه. فاتمنى ان حد يعني ان هو يعني الحد من العيله دياله يوصله بسرعه، لانه لو تاه في مصر
هتبقى صعبة جدا ان احنا نقدر نمسكه تاني يعني، بتاعت ربنا طبعا يعني. وان شاء الله هبلغكم باي جديد في الموضوع ده لغاية لما ان شاء الله نوصل الامانة. تحياتي للجميع، السلام عليكم.